شاروخان بيعمل عمرة في السعودية، خلونا نعرف التفاصيل. من ساعات انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للممثل الهندي ونجم بوليود شاروخان قدام الكعبة في السعودية وكان بيعمل عمرة، وده لأنه كان موجود بالفعل في السعودية عشان يتكرم في مهرجان البحر الأحمر. हमने शाहरुख खान के लिए भी दुआ की है बिकॉज ही वॉन्ट टू कम टू मक्का बट ये अगर बुरा हो जाएगा तो ही विल कम डेफिनेट इंशाल्लाह लेट मी स्टार्ट द सवाब नाउ. الموضوع ده استغرب منه ناس كتير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم أصلا ما يعرفوش إيه هي ديانة شاروخان، والبداية كانت من مجموعة صحفيين سعوديين وأكتر من وسيلة إعلام هندية هم اللي نشروا الخبر والصور. شاروخان عمل العمرة قبل التكريم وبعدها اتكرم في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقال في التكريم إن الأفلام بتعلمنا إننا مفروض ما نخافش من اختلافنا ومن الحوار بين الثقافات، وأكد إن الحروب اللي بتحصل بتكون بسبب عدم التفاهم، ولفت الانتباه إن السعودية بقت في الصفوف الأولى مؤخرا وإن الناس بقوا يحبوا يروحوها عشان يتفاعلوا مع الثقافة السعودية. شاروخان وضح إن في شباب عندهم مهارات بدأ العالم يتعرف من خلالهم على المبدعين السعوديين، وقال كمان إن نفسه يشوف أفلام سعودية متصورة في الهند عشان يحصل تفاعل بين الثقافات وعشان يتحط نهاية لعدم التفاهم بين الناس. شاروخان كان قال قبل كده في 2020 إنه مش بيجبر أي حد من عيلته على اعتناق دين معين، وقال وقتها أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود، في بلادنا نتحدث عن الهندوس والمسلمين والسيخ والمسيحيين، لكن الجزء الأفضل في جيلنا الشاب أنه لا يتحدث عن الديانات ويؤمن بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشاكل ولا يعكر من صفو حياتنا، والكلام ده اتنشر تحديدا في موقع ديلي تايمز. شاروخان بيحكي وبيقول سألت بنتي عن الدين في مدرستها وقلت لها إننا هنود، وأنا مش بتكلم عن نفسي وبس، أنا مؤمن إن مفيش حاجة ممكن تمحي الانسجام من حياتي خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حواليا. شاروخان أكد إنه بيعتز بديانته جدا وبيحب يقرأ القرآن دايما وبيواظب على صلاته. شاروخان بيستعد الفترة الحالية لطرح فيلمه الجديد باثان اللي من المقرر عرضه في السينمات في يناير الجاي في 2023، وبيشارك في البطولة دابيكا باديكون وجون أبراهام وغيرهم من الفنانين، ومن إنتاج سيدهارثن أند واريتيا شابرا، والفيلم تحت إشراف دار إنتاج واير اف وهو من إخراج سيدهارثن أند. قولوا لنا بقى، كنتوا تتوقعوا إن شاروخان مسلم؟